قولي. امبارح كنت عم بحكي لكم على تحدي اطلقناه، كل يوم بدنا نطلق لكم تحدي عشان ايش؟ نتسلب هالازمه مع بعض، عادي نشتغل ببعض على قولتك. فامبارح اطلقنا تحدي اللي هو تحدي البوش ابس. والله هيثم كان قدها. بس احكيك ايش بضحك، هلا هيثم لو عم بيحضرني حيضربني. كثير وصلني تعليقات لما عملت له شير على السوشيال ميديا للفيديو اللي نزله هيثم، وصلني يعني مليون الف تعليق ومسج. طبعا هم بيكونوا اربعه. لا لا بس كثير وصلني مسجات تنو يعملها صح بالاول، وهيثم رياضي بالطراز الاول، فلو بس بدي اقري المسجات واهت عليه فيهم. بس ايش تحدي اليوم ستي؟ تحدي لا بدنا نحضر، قلنا امبارح نزلوا الفيديوهات المصايب. أوكي. اعملوا تاج لرؤية وهاشتاج تحدي اندرسكور رؤية عشان نشوفهم. فيلا نشوف. يلا اليوم في برنامج كرفان محمد مغربي وعلي حموري، تحدوني قديش بعمل بوش ابس في دقيقة. بحب احكي لكم تحديت الشخص الخطأ، يعني مش كثير، خلينا نشوف. يلا 1 2 3 بسم الله. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 45 50. أنا رياضي قديم على فكرة. يا الله يا أخ يا أمي. لا هي البوسر كيف كمان؟ دقيقة. هتشوفوا 1 2 3 4. هم شايفين ركبي وين؟ لا 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 بينا معاك. لا تعرف ركبي صح؟ مش راح اقدر. جرب واحدة. دقيقة يا اختي يا اختي يا اختي. رؤيا طلب التحدي وانا قد يلا نبدا. يا رب بلشنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 challenge accepted. روي أشلي أحمد ينال مهند. This is for you. نرضاي نصهم. كمل. كم ثانية؟ باقي 20 ثانية، يلا. انزل مش نازل صح. تحدي رؤية البشر والنمل عشان يتم قولنة أو تقنين موضوع
الشراء ما يكونش كل حدا بيكدس البضاعة عنده في البيت، مع انه احنا الحمد لله مخزوننا من المواد التموينية كل حدا صار يعرف انه ما في اي خوف على اي مخزون عندنا بغض النظر ايش نوع السلع اللي عمله نحكي عنها. بنتنصكم أربعة كلني برد خمس بصير أكمل هيك. الله يسامحك يا شريف. Challenge accepted. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. استنى استنى لسه هلا قبل ما نرجع بحكي له معلش الرجع عندك بس بدي احكي تعليق. قال لي اوكي وحكى لا بدي احكي اهم شيء اللي قاعد بتدرب على صوتك بالخلفيه. والله شوف هو صوتي اللي بالله مش عليه بوش ابس بتاعه كنت اكل عليه منسف اذبح لك ذبيحه بس طلع بوش ابس صوتي يا زلمه. حلو شكرا جزيلا لكل حدا شارك بتحدي رؤيا. وبما انه في كل يوم تحدي جديد اليوم التحدي تبعنا برضو بزبط الصبايا يعملوا ولكن ممكن يكون أسهل تطبيقه عند الشباب. الصبايا رح تضطر إنها تلجأ لوالدها أو أخوها عشان تعرف تلعب معنا هذا التحدي. طب بصير أكمل أحكي شو التحدي. التحدي هو كالآتي: كل ذكر في هذا العالم اشترى جرافة ملهاش أي داعي في التاريخ ومنظرها لا يمثل لهذا الكوكب بأي صلة. هاي الجرافة اللي أنت بتستحي تلبسها أو تحكي إنها موجودة عندك بدنا إياك بعد إذنك تلبسها وتتصور فيها وبرضو تعمل تاج لرؤية زي ما حكينا وتستخدم هاشتاج أو وسم مع قولة عليا اللي هو تحدي رؤية. الصبايا بتقدر تاخذ الجرافة من أخوها أو والدها، الشباب كلنا عنا إياها. ليه أنت هيك أنتي فيمينست؟ ليه ضد الإمرأة؟ أنا مش أنتي فيمينست، عادي يعني ليه في أنثى ممكن يكون عندها جرافة إناثية؟ عادي ممكن. الناس اللي بيكون عندهم جرافات وبيلبسوا زي عليا يا ريت تلبسوها. هاي اللي بس بدها تعارض، خالف تعرف. إذا بس بدي أذكر إنه لكل تحدياتنا رح يكون نفس الوسم أو الهاشتاج اللي هو وسم. تحدي أندرسكور رؤية. ولازم تعملوا تاج لرؤية وبس على منصتين انستغرام وتيك توك لهلا. فبس كل ما تشاركوا بهاي التحديات ان شاء الله رح نحضرها خلال الحلقة. ومين بدك تتحدى استاذ؟ زوزو يزيد ابو الفلات. اول شيء اشتقنا لك جدا جدا واخونا وحبيبنا، ولكن زوزو ورجينا ابشع جرافي عندك.